بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان دستور حد يفرع تحفة ميادين السباقات. شوطنا الثالث والعشرون أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، خصص للبكار ويعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. مباشرة أتقدم مع هذه الشعارات، أنطلق مع هذه السلالات المتواجدة الحاضرة على أرضية هذا الميدان. نطالع المقدمة والصدارة، نتابع المركز الأول، ثمينة على المركز الأول، نايد بن مسلم بالزفنة العامرية تقدم مع ثمينة على المركز الأول، مخيفة على المركز الثاني، خالد بن يابر بن عبد الله الحربي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث، القادم أثير محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان القادم مع أثير، المركز الرابع، المركز الرابع مياس عتيق سعيد بن عتيق بالعرض الحميري القادم في هذه اللحظات، يقدم مياس على المركز الرابع والمركز الخامس. من الجانب الآخر عجايب سيل بن سعيد بن حربي العامري مع عجايب المركز السادس، الوصول من جميل علي بن نايع بن سالم بالشاوي الأفضلي، سراب حسن بن سلطان بن ناصر الجفالي النعيمي القادم على المركز السابع، المركز الثامن الشاهينية سالم بن حمد بن جذوة العامري ورعي العشوة، واصل مع تنظيم حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري ما شاء الله. تابع الأسماء من القادمة جبارة، حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير القادم في هذه اللحظات مع جبارة. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول. لا زال ثمينة على المركز الأول، نايد بن مسلم بالزفنة العامري يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث الثاني عفوا أثير، أثير قادم عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، وصل في هذه اللحظات الكيلو الأخير، المركز الثالث عجايب، عجايب السيل بن سعيد بن حربي العامري، وصل التنظيم، وصل التنظيم حمد بن سعيد بن سالمين يقدم تنظيم، الوصول من الشاهينية سالم بن حمد بن جذوة القادم ومياسة محمد بن عتيج بالعرطية قادم مع مياسة، ولكن الصدارة مع أثير، أثير بن مرخان، أثير بن مرخان على المركز الأول، غيرت بالصدارة بالمقدم، راعي العشوة قادم بالزفنة واصل مع هذه الأسماء، والقادمة كذلك الشاهينية سالم بن حمد بن جذوة، بن جذوة الواصل على المركز الثالث. ياهي معركة، ياهو تحدي، لـ400 متر الأخيرة يا الصعبة، يا الصعبة الأمتار الأخيرة، عبيد بن محمد بن سلطان يقدم أثير، يقدم أثير، يقدم أثير على المركز الأول. في العام الماضي قدم شأن على أرضية هذا الميدان في الإنتاج، يأتي هنا يقدم أثير، أثير مرغم، أثير مرغم التردد، يأتي في هذه اللحظات مع مرغم، تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات إلى عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، مشكور يا أبو سلطان، مشكور يا الغفيلي. والنقطة الخامسة جميلة علي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي احتلت المركز الثاني، تنظيم حمد بن سالم، حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، شعار رعي العشواء على المركز الثالث، المركز الرابع نعود في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني
نعود مع المركز الأول وتوقيتنا والنقطة الخامسة حاملة الرقم 24 يا مخرجنا أثير بشعار الصعب بشعار الصعب عبيد بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يؤكد النقطة الخامسة تحمل الرقم 24 تهانينا والناموس لعبيد بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الك تبين وتابع التوقيت في هذه اللحظات صاحبة المركز الأول هي أثير 4:36.7 من الثانية النقطة الخامسة إلى شعار الصعب مشكور عبد الله بن سلطان الغفيلي بن سلطان في المتابعة المركز الثاني نتابع المركز الثاني 4:37.1 من الثانية جميلة لعلي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي المركز الثالث نتابع 4:37.6 من الثانية هو توقيت تنظيم لحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري تهانينا والناموس للجميع.